فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في الوقت الحالي في السباق الذي يكون بين الإبل يقومون بوضع جهاز آلي بدل عن الرجل. ما يجوز هذا، ما يجوز. السباق للراكب ما هو للدابة، للراكب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، إذا لم يكن الراكب من أهل لم يكن الراكب إلا عصا ولا شيء ولا آلة، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ، المراد تدريب المسلمين على الجهاد، ركوب الخيل، ركوب الإبل، الرماية، هذا هو المقصود. أما بعير يعدو لأن فيه آلة تضربه، بعير ما هو يعني ياخذ حكم الراكب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.